شهد مقر بعثة المنتخب الغاني في كوت ديفوار تجديدات أمنية بعد وقعة تعرض كريس هيلتون المدير الفني للبلاك ستارز لمحاولة اعتداء في فندق الإقامة عقب الخسارة 2-1 أمام الرأس الأخضر في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا. فازت بوركينا فاسو على موريتانيا بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب السلام في إطار منافسات الجولة الأولى ضمن المجموعة الرابعة في كأس أمم إفريقيا 2023. وأحرز هدف بوركينا فاسو اللاعب بيرتران تراوري من ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع بالشوط الثاني للمباراة. أبدى سونغ مدرب منتخب الكاميرون رضاه بعد تحقيق التعادل أمام غينيا بنتيجة 1-1 في الجولة الأولى ضمن المجموعة الثالثة بدور المجموعات في كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023. واعترف المدرب الكاميروني بصعوبة بداية المنتخبات في المنافسات الكروية، واستدل على ذلك بما حدث مع بعض المنتخبات الكبيرة في أولى مواجهاتهم خلال النسخة 34 من كأس أمم إفريقيا. تحدث رومان سايس قائد منتخب المغرب عن جاهزيته للمشاركة مع أسود الرافدين أمام تنزانيا غدا الأربعاء في مستهل مشوار أسود الأطلس بكأس أمم إفريقيا 2023 من منافسات المجموعة السادسة والتي تضم الكونغو الديمقراطية وزامبيا. وقال قائد منتخب المغرب في المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة إنه جاهز لمباراة الغد، وإن المواجهة الأولى ستكون دائما هامة لأن الفوز بها سيمنح الثقة فيما هو قادم. تحدث أنطوان سيمينيو مهاجم بورموث ومنتخب غانا عن حلم البلاك ستارز في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023. قال مهاجم غانا عن تمثيل بلاده في كأس أمم إفريقيا خلال تصريحات نشرها موقع غانا سوكرنت: لقد حدث كل شيء بسرعة كبيرة، بدءا من التواجد في بريستول سيتي والاستدعاء لكأس العالم والانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز. الشعور هو مجرد جنون. عبر جمال بالماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر عن عدم رضاه عن نتيجة مباراة فريقه أمام أنغولا في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله أمس الاثنين. أكد بالماضي خلال تصريحات صحفية أن نتيجة مباراة الجزائر أمام أنغولا مخيبة للآمال. تغزل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف في لامين كامارا نجم منتخب السنغال بعدما سجل هدفين في فوز أسود التيرانغا على نظيره جامبيا بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب تشارلز كونامباني ضمن منافسات المجموعة الثالثة من بطولة كأس أمم إفريقيا 2023. ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف فيديو لهدف لامين كامارا الثاني له والثالث لمنتخب بلاده في جامبيا قائلا: الآن لامين كامارا يجعل الأهداف بسيطة. تساوى المهاجم الجزائري بغداد بونجاح مع أسطورتي الكرة الجزائرية رابح ماجر والأخضر بلومي في عدد الأهداف التي سجلها كل منهم لصالح محارب الصحراء. فبعدما هز الشباك الأنجولية رفع بونجاح رصيده إلى 28 هدف بقميص المنتخب الجزائري، وهي الحصيلة ذاتها التي يمتلكها النجمان ماجر وبلومي. أكد اللاعب الدولي الإيفواري السابق سالمون كالو أن المغرب يأتي على رأس قائمة المنتخبات المرشحة للفوز بالبطولة، وقال إن المنتخب المغربي قريب من الفوز باللقب القاري للمرة الثانية في تاريخه، وذلك بالنظر إلى ما قدمه من مستوى مميز ونتائج رائعة في كأس العالم الأخيرة بقطر
وبلوغه دور نصف النهائي، فضلا عن اللاعبين الذين تضمهم التشكيلة المغربية المشاركة في البطولة ودرجة الانسجام والتوافق بين عناصر الفريق. أكد سيدريك باكومبو مهاجم منتخب الكونغو الديمقراطية أن منتخب بلاده يمتلك طموحا كبيرا في النسخة الحالية من كأس الأمم الإفريقية في كوت ديفوار. وقال باكامبو في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف: لا يوجد حدود، كل شيء ممكن في كرة القدم، سنتدارك بعد غيابنا عن المنافسة قبل عامين، لذلك نصل بطموح كبير وأمل أن يتحقق على الأرض.